فيا رب وفقنا وسدد خطونا وأنر فؤادا يعتريه ظلام واجمع قلوبا قد تنافر ودها ليعم كل العالمين سلام. بك نستعين ونستجير ونحتمي، ربي سألقى في حماك أماني، يا حصن أمن للعباد جميعهم من يحتمي بحماك ليس يضام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا الخير محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الجمع الطيب، أيها الإخوة الحضور، أيها الحفل الكريم، سؤال يجب أن يسأله كل مسلم لنفسه: هل أنت محب لرسول الله؟ هل أنت محب لرسول الله؟ نعم نعم. لماذا تحب رسول الله؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ لماذا تحب رسول الله؟ أتدري لماذا؟ أولاً، لأن محبة الرسول سبب لمحبة الله لك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة النبي سبب لمحبة الله، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن حب النبي صلى الله عليه وسلم شرط لكمال الإيمان، شرط لكمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. يقول سيدنا عمر بن الخطاب، والحديث في الصحيح: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي: لا يا عمر، لا يا عمر، أي لا يكمل إيمانك، لم يكمل إيمانك بعد، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فتبسم عمر وقال: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك يا عمر. إذن حب النبي شرط لتمام الإيمان، حب النبي سبب لتفريج الهموم والكروب والغموم، حب النبي سبب لتفريج الهموم والغموم والكروب. اسمع إلى الحديث. جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، وقال: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي: ما شئت. فقال: الربع. قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك من صلاة النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك من صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويفرج كربك. إذن حب النبي سبب لتفريج الهموم والغموم. نحب النبي لأنه يحبنا، نحب النبي لأنه يحبنا. يهبط عليه جبريل ذات ليلة فيجده يبكي، قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: يا جبريل، لقد قرأت قول أخي إبراهيم، قول الله عز وجل على لسان أخي إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأت قول الله عز وجل على لسان أخي عيسى:
إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى وقال: أمتي أمتي يا جبريل، يحبك، يخاف عليك، يدافع عنك، أمتي أمتي يا جبريل. فيصعد جبريل إلى رب العلا جل وعلا، ثم يأتي بالجواب: يا جبريل، أقرئ حبيبي مني السلام، وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فرحت بمولد أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان. والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان. ولدته آمنة آمنة نقيا طاهرا، تاج المحيا فاضه الرحمن. تتلألأ الأنوار في وجناته، وأتم حسن صفاته الرحمن. وبدت لمولده الكريم بشائر قدسية، وتزلزل الإيوان. هذا ربيع النور فاح شذاه، بخير من وطأ الثرى قدماه. أقول ما تسمعون، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وحضراتكم جميعا فردا فردا بخير وسعادة. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبينه في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير الجزاء، خير بدن الله كل جزيه. الشيخ مصباح أحمد، أحبابي في الله، وقتك أوكو واندرتيس وحاينو تشوغا مشايق ترى بدن، وأنا دوش على اللهين من الله أركو أيغا كمدا إنو كلمات كيسو إنو يرادو سيدا درت هيد مركب وحانك عدور دارنا إنا أنغو أقدد بدن هلو خيرا هلو علماء هلو فضلاء إني تشوغان oo waliba ummada ummad maxamed ah soomaali kaliya aanan ahayn ayaan waxaan kaga cudur daaranaynaa waqtiga oo kooban dartiis inaan ku soo koobno dhowr ruux oo kaliya ah insha allahu taala. Haddana waxaan jeclahay mikrofoonka inaan ku soo wareejiyo oon u dhiibo Dr. Hassan Kinwa oo ka mid ah mashaayikhda waaweyn ee dalkan Kenya. Waa doctor, waana professor, waana inoo joogaa إن شاء الله تعالى. أسألنا وحن جعلها اللغة إنجليش كينا نسيه 8 دقيقة. هدي إلهي رضا سبحانه وتعالى. ما كنت أحسب والفتور ملازمي أن تمنحوني وافر اللحظات، كفاك بالعلم في الأمي معجزة، في الجاهلية والتأديب في اليتم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديام، فمبلغ العلم فيه أنه بشر سبحان الله، وأنه خير خلق الله كلهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. I have begun with شعر from الإمام الحداد رضي الله عنه، because in the world we have awliya Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala made that in all countries there must be awliya Allah. Many times there are 40 whom we call al-abdal. Among them we have aqtab, who are four, and then we have qutbul aqtab. So when al-imam al-haddad radiyallahu anhu was made qutbul aqtab, he said that ma kuntu ahsibu wal futuru mulazimi an tamnahuni wafir al-lahawati. I didn't know that there is a day when you could come and make me one of the big awliya. I'm not saying I'm awliya, but I know that here we have awliya Allah subhanahu wa ta'ala, because people who love the Prophet Muhammad sallam, they are among the awliya. I started with the abiyat of al-imam al-Busiri radiallahu anhu, who said that kafaka bil ilmi fil ummiyi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutmi. It is sufficient to be a mu'jiza that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam had the best knowledge, and he was an orphan, and also at the time of jahiliya. فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exalted all the prophets فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ,
in his behaviors and also in how Allah subhanahu wa ta'ala created him. وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. No prophet was near the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam في علم, in knowledge, وَفِي كَرَمٍ, and in generosity of prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. What are we saying? وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ. All prophets of Allah subhanahu wa ta'ala مِنْ رَسُولِ اللَّهِ, from prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, مُلْتَمِسٌ, was trying to get غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ, something from the ocean. It's as if you are just taking. When we say that we love the Prophet Muhammad sallam, when we say that we praise the Prophet Muhammad sallam, it is as if we are just going to the ocean and just getting some water with a cup of water. You cannot take anything from Prophet Muhammad sallam. But now what we are saying is that Al-Imam al-Busiri radiallahu anhu, when he was writing this poem, when he reached at فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ, the extent of our knowledge, of anyone's knowledge, fihi annahu basharun, that is a human being. But what? Wa annahu khayru khalqillahi kullihi. You can hear some ignorant people, especially the Wahhabis, telling you that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was like me. Subhan al-Malik al-Quddus. Where are they learning? These are people sometimes who are very stupid, and we can say they are stupid because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Kul innama ana basharun mithlukum." But the hadith, the ayah don't end there. What does the ayah say? The ayah says that yuha ilayya. So if yuha ilayya, then the prophet is not like me and you. How can you say that you are like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where you realize that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala says, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. This is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We must love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam allowed us to have Maulid, allow us to do this, and if we can't have praises for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whom can we praise? Listen to Isa alaihi salam. Yaqul wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubathu hayya. This is Isa alaihi salam. If Isa says that, what about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, we must love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with our hearts. As we say, and I always say, Nabiyun hayyun fi qulubina. The Prophet is alive in our hearts. And we don't care whatever other people say, because al mar'u man ma'a man ahabba yawmul qiyama. Wa nahnu inshallah kun ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nashrabu fi hawdihi sallallahu alaihi wasallam. In the day of judgment, some people will drink from Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu. Some of them will drink under Sayyidina Uthman. Some of them will drink under Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Some of them, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Some of them will drink from Allah subhanahu wa ta'ala. But we pray, inshallah, that in the day of judgment, we drink under the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So as I finish, in Nailul Awtar, the scholars say that Sahaba ridwanullahi alayhim were praising the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَكَانُوا يَرْقُسُونَ وَيَلَعَبُونَ. Now listen to ignorance. Ibn Taymiyyah, when he was trying to explain this hadith, he was saying, يَلَعَبُونَ, they were trying to study war. Subhan al-Malik al-Quddus, لَعِبَ, he played. When did it become practicing war? Logically, how can you practice war in a small mosque? So we understand that these people are there to make us out of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But what we are trying to say is that we will praise the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta nalqahu fil jannah inshallah. As we say currently, there are more than 20,000 functions praising the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the world, in all the media. We are the Wahhabis inshallah. Let us pray that inshallah Allah ya Allah adkhil al-iman wa adkhil an-nur fi qulub al-wahhabiyyin inshallah. فيحبون هذا النبي الكريم إن شاء الله ويكونون معنا إن شاء الله ويدخلون معنا الجنة إن شاء الله يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خيرا شيخ حسن كنوا أيها شيخ حسن كنوا خير بدن الله كل جزيء أحبابي في الله دنا وحانو يرهيا وان مكرفون ككسو دوين هيا شيخ يوسف عمر شيخ يوسف عمر أو كم إذا مشايخ دواوين دل كان كينيا أسألنا إن شاء الله تعالى وحيكون بحضون تأخذ بديسة سواحيلية لغة السواحيل وكون بحضونا طبعاً كدقيقان أسألنا سينينا أنو كوذا فايدة سنة أحبابي في الله يتفضل الرحمن الرحيم
الحمد لله والحمد كل دائما لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، hapana budi isipokuwa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotukusanya katika kiwanda kama hili, kiwanda kilichotukuka kwa ajili ya kukusanyikia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabii Muhammad ambaye amesifiwa na Hassan bin Thabit alivyosema, wa ajmalu minka lam tara qattu aini وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرئا عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حسان بن ثابت alivomwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyoumbwa kwa uzuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yalimshopoka maneno kama haya, akamwambia ya Rasulullah, uzuri wako wewe katika ulimwengu huu halijaona jicho langu, na uzuri wako wewe hakuna mwanamke aliozaa mtu mzuri kama wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umezaliwa na umetakashwa na kila aibu kama vile umezaliwa utakavyo wewe, ukamwambia Mungu nipeleke hivi, niumbe hivi, sikio liweke sampuli hini, jicho liweke sampuli hini. Huyu ni Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa hawa wanaosema kumsifu mtume hafai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamsifu mtume kuanzia jicho mpaka kwenye kifua, kamsifu kila pahala. Huyu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamsifu mtume wake Muhammad, mwisho akamwambia wa innaka la'ala khuluqin adhim. Yaani Nabii Muhammad, kama wewe una tabia njema iko juu yake. Mtume Muhammad tabia yake iko juu ya tabia zote. Hakuna kiumbe cha ajabu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wamekaa na Mtume Muhammad, Saidina Abu Bakar achembeza chembeza kuiba kumwangalia Mtume alafu arudisha macho. Akiangalia hivi amwangalia Mtume alafu arudisha macho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafahamu kwamba Abu Bakari aniangalia mimi na kunichunguza. Akamwambia mtume, kumwambia Saidina Abu Bakari, amwambia ya Abu Bakari, la yaarifuni illa Rabbi. Hakuna mtu mwenye kunifahamu mimi undani wangu isipokuwa ni Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maajabu yake, akiwa na watu warefu basi mtume ni mrefu wao. Akiwa na watu wakati na kati basi mtume atakuwa umbo kama hilo hilo. وكان صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بقدر عقولهم. Mtume alikuwa akizungumza na watu kwa kadiri ya akili zao. Akikutana na wana wa vioni wakubwa maswahaba zake azungumza kauli zilizo juu. Akienda kwa watu wajinga wajinga basi huzungumza kadiri ya akili zao. Huyu ndiye Mtume Muhammad ambaye kwamba tumekusanyika kwa ajili yake yeye Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo maashara alhadirin, sisi tumekuja hapa kufuata kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, la tajitami ummati ala dhalala. Hauwezi kukusanyika umati wangu katika upotofu. Hatuwezi kukusanyika hapa tutuambie hii ni bid'a. Ayul bid'ati taquluha? Atarifu ma maana albid'a? Albid'a tanqasimu ila khamsati aqsam. Atarifuha? Bid'a zimeganyika vigawanyo vitano, wazijua? Kuna bid'atun wajibiyya. Hal taarifu bid'atun wajibiyya? Rudi ukasome usitupe taabu. Haya yafaa. Kukusanyikiwa mtume ni amrun adhimun wajibiyan ala almu'minina, laysa ala almuslimin. Ala almu'minina li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu. Ma qala Allah ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhan nas. قال الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك على سيدنا. Nikimalizia maneno yangu,
katika ilmu ya tauhid Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zake amejisifu kwamba ni mutakallim. Mutakallim ni maneno yasokatika na kilima kimekuja katika binaul mudhari. Binaul mudhari ni kitu kinaendelea. Sasa kama Mwenyezi Mungu ni mutakallim, madha yaqulu Allahu al-an? Wa kalamullahi la yanqati'. Mwenyezi Mungu hata sasa azungumza, maneno gani Mwenyezi Mungu huzungumza sasa? Rudi nyuma katika aya niliyoisoma hivi punde, Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna kilma nacho kimekuja katika binaul mudhari, yastamiru ala salati ala nabii sallallahu alayhi wasallama fi kulli hinin wa sa'atin wa lahadhatin hatta taquma as-sa'a. Sallu ala rasulikum. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tumekusanyika hapa kwa ajili ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye يوم القيامه mitume wote watasema nafsi nafsi, walakin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ummati ummati ummati. Allahumma ihshurna fi liwa'i nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tamna'na shafa'atah. Allahumma adkhilna fi shafa'atah wa adkhilna jannata ma'al muttaqin al-abrar. Ya aziz ya ghafar برحمتك يا ارحم الراحمين وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليك. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليك. الى عزيزي كما الشرف الله سي عافمتنا الله سيو ان مركا ان اسغنا ندويو ميكروفون كاد انا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الأعزاء، أيها الرجال والنساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أسك بعد يقفك مؤمن كاي لو حالا مثل إذا هذو كسو وين يهي هذا الكو مبحو مدك وبعد وحوي هدي فرحي سو زائد يهي هذا الكو أكو هكذا قفك واتقرنيسا دونكي مكرم كهذا انت هاشو كله انت مركو هاشي هلاقي بيه. إلهي أنت عبدي وأنا ربك وكيلي. هل أؤاد جعلاء راجن وصارناء ميل بهقويا ولسي حضيبا انت هردا يا هاشي اسكتكت راذين بدل مركو راذيك بعد بو هاشي هلاي بيشي بو كسو لابتو واسكسي حضي هردا مركو كاكا عيبو وعو أركي هاشي بيه ساريهين وراجن كي ساريهي ماشي لغير ربي مركي ادن ويرادو إلهي أنت ربي وأنا عبدك أرنتي وو عكسيو وو يري إلهي أنت عبدي وأنا ربك. إلهي أنت عبدي وأنا ربك. إلهي وادوغونا دون كي جباتهي أنوغونا ربي غابانا هي بو يري أخداء من شدة الفرح كلك حالة داسو وحي قفك ككينيسا إنو سيدا سوابكا كلا يحضو حالة دلبادنا وحاوية قفكو مركو شديد الحزن اوياي مركي تيران يدي سودرانتاي وآدي يادو كربيسن يهي هذا الك سوابكا يا هذا الك ماشا كوهبو إلو بهيا كلكا قلبتا وحانكو سوانا يهدي آن المسلمين آي رجالا ونساء فرح مدكي اقو وينابا انكو سوانا هاي وحي نجوك تاينا نانو إلهي أنت عبدي وأنا ربك. كلك حقا مسكح ذو النو في يود هيدو وحنو لنا إلهي أنت سيدي وأنا عبدك. إلهي ذو بقر كدقي بات هيدو سيد كنقي بات هيدو خالق النقي بات هيدو مالك النقي يا مربي النقي بات هاي أنا قونا أدوما نكون نايبان أورونا هنا. كلك فرح وحنا كين هيانا مسلمين تو ويلا صعتا ومقام كوين وشرفت لويه أنا وينان استاغو مقام كانوا كلو استاغا مناسب إيا حتى هذي صورة قل نوتاي أنا قد أن كل جنين استاغا انتدافنو أن هودا دنكو استاغنا هودا هدانا ودو لأن هاي
إذا كنا استأجنا مناسب كل جل هل كان أنصفنا إجلالا للرسول الله تعليم كان النبي عليه الصلاة والسلام تي لقاه للهانا ولقاه لي إلى أصقو أندلان والدنيا ذا أن لقوا أبورين وعالم كو إذيل بوح أبورين أن لأرق بأن النبي محمد أو أمانا عليه الصلاة والسلام أما لقى شيء كين جري قولك إلهي سبحانه وتعالى وحليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحاك مدى نبيالك كهرية نبي الله آدم بي نبي الله نوح يا إبراهيم بي موسى يا عيسى يو نين آن أمدي سكو عاسي قروبي نمجرو نبي الله آدم باب الله بيدا واتي قابل يا هابيل أي مقرد إسا إسكو قرحينا وقابل واكي عاسي قنقضي هابيل واكي دلي أمر كي آبيه سنوو خلافي أمر كي إلهي نوو خلافي نبي الله نوح والله سعطان نبي الله إبراهيم والله سعطان إسماعيل يا إسحاق يا رجي وويدا كل جود مصي والله سعطان نبي أنا أمدي سكو عاسيو بن لباركو وليبا يعني أمد النبي قاب كي إلى نبي وقو عاسيو دي وحاكدرنا نبيالكي كهري قاب كي وقو عاسيو بن أمدودي فرعون جن يقاب واتقرنيسا أفر بقل أوسنو إله نمشي قناي أي نبي الله ننكي لورن جري إبراهيم واتقرنيسا ننكي نمرود بنو كنعانا أول من ماراتي أول من اتقذ الربوبية أحد ربي نمشي قتا نمرود بنو كنعان باوري نبي الله نوح واكي سقال بقل إيا كنتن سنو واكي رسالة لدى واقها يي وحبا لقا قادم وايي نبيال كاسو إدل بينينتا أي نبيال كودي بينيين وحا كدر نايدو كقالي سنة بدا النبي محمد لبيني عليه الصلاة والسلام نبيال كاسو إدلنا النبي محمد وكما قاب وينا وحا الله وحي لغو سبيي نبيال كي هرتو مدودي نبي الله محمد مدي سلغو مصمين ومدي هرتو مركي نبي كودي بينيين فرعون والله سعطا وحي لغو سبيي قوم نوح والله سعطا وحي لغو سميي نمرود بنو كنعان كناعا لغو صدريدو كناعا عنتدو ماشي بكو بختيي نبي الله عيسى كوي بينيي واد قرن سيدي الله لعني قردد ايو خنازير تا ايو سيدي الله قلنا سخي والله سعطا بينين تا اي بينيين نبي الله محمد باكسي وينيد لمانا قرقين كناعانا لغو مدرين مقرن ايسا رحمة النبي الله محمد وي عليه الصلاة والسلام الدنيا ده انتو جوغينا رحمة داسوها آخرة ده مركو جوغينا رحمة داسو ادي اللي ريان وطاقي دونا هادان برنابحة يحفلت ده هالكلمان كي راضو احتفال كالنبي قبرنان كاللوغو صبحو يا باللابي خير خلق الله با باللابي استقل لفتك سا باللابي قربو باللابي مركي نبيغو مكا وكسو هاجري او اسقي ابو بكر الصديق ينكي دليل كها اي هاين صبحدي اي مدينه ايمان هاين صبحدي مدينه ايمان هاين مخلوقي او اذا انت مسلمين تايد بنانك او صبحدي قبله يرير كها هاي او بنانك او صبحي ايغو كو دواقه هي ضلع الفجر علينا من ثنيه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المضاع وحا مرك إسويديم أباهن خير خلق الله شارع بوها وحكستا سقال لو قد ينهي انتا سو كن او قبضوض با انتا برناك أصو بحيبي ويي النبي قمارتي أي كفرحة هيانو كهيسة هيانو أمدح داس بيقاد هيين هذه بنانك إلا قصوا بحو نبي الله محمد أي حرام تاي هذا شارعه دم أبو هيد محور رواية وروحه كان يشرع عندك وما بنانه قبله نير يركاه يقوليه نكويا كذا ما وصار النبي عليه الصلاة والسلام شيء هذه النبي هو أمره هي هذه هو كأمسه كل جود بيعني وحوي وشارع وشرعي وي كل كان النبي هذا يمكن كان ونول يهي سيدي او نورا مركو ادويه جوغي حدانا او نول يحي ولهذا نينكي عارف كا واكيري هو حي في قبره ولهذا حرمت من تراثه زهراء
قبر جيسو كنول يهي بويري. ولهذا ساد رادد با حرمت من تراثه زهراء قبره زهراء الأورنجري فاطمة الزهراء وي وحاد حلك النبي قال لوغا حرم إذو النبي كنول يهي أباها أنو الحوليس مدحلي كديد ولالكا أنو الحوليس مدحلي كديد مركا مالك أن مانت النبي كنول يهي إلى يوم البعث ونولانا هيا هادي أيسن بناني نبيغا إلوصو بنان بحو أو نبيغا لو يمادو أو لا ترحيبيو هاديسن بنانين نبيغو قبلها هاس أنصار لجيرادو وناكسن وراليو ينكا ودو حيسن أيو عران لها إلو بنان بحايما بنانا مركا وحان سودو وينينا بنان بحان ورتو وان سودو وينينا مسلمين تنا واجب بيبا كوتاي إن النبي مارت احترام كيس ظاهريا واجب بيكوتاي وحنو لنا انتي كسو شقيسي انتي كسو شقيسي او نفتو ذئي مالكو ذئي وقتو ذكو بابيي وحن لنا جزاكم الله خير وحورنجر النبي عليه الصلاة والسلام ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له بالبركة شخصي أهار وحال كان لقسمي قلبتي او انتا سو متقانا اسبوع لغا سو شقين هايي قوف كشقين كرا كلجيس كشقين كرا مجرو ضدك الزمن كان جوغان لاد لينا مركا انتا هل كان عدود ايو عقلق ايو الدين كاية ترتيب تسكوك انتا او دلين يردع او رقية دومرا وحان مارك الهي كبس كعصرين خير الجزاء انو كوا بالمريو انقو نوحي انقبسان لهايين بان لو قبطي نبيقو عيدو قادو حلي لباركو من عرب وعجم نبيقو نبي بوها أبيض إيا أحمر إيا أسود إيا مقرانا ساقفو سنبي وحين مجرو أنا قدام بي مركا واجب نقوتاي إذا نفت نذا إيا مالك نذا إيا هنتذا نذا إيا مقرانا سا أن أسو حاضر نؤو أن كسو شقينا واجب بي نقوتاي إنتاس أنكو سو قابينها يا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ما سنتين أحبابي في الله وعن ربك عزيز كهبان كشكرنا إنا مكان كان suuqa ay keenay noona suurta galiyay inaan isugu nimaadno halkan saacadaad marka labaad waxaan ku mahadinay ragi walaalaha ay ahbaabta ay dhalinyarada iyo culimada inta walaha ee arintan ka soo shaqeeyay waxaan ayaga waliba si gaar ah hadana anagu si mahadcelinayna macallimiinta iyo ardaydooda oo ayagana qayb weyn ka qaatay maanta tacmiirkan ay halkan ay soo amireen sida qiimaha iyo wanaaga leh ay awlaada waliba ugu tarbiyeeyeen maxabbada rasuulka calayhi salaatu wasalaam وعكلو أيجنا سيخا سانوكم هذا هنا هواك يا قبلها خير كبدن يا جا قدرت كودنا كسو غيب جلي سيدا وانا أكسنا وكسو غيب جلي هذا أنا وحنجع لهي إن المكرفون كوديبو سو نوجس وقتي من وجونا دعيو شريف كنا عزيز كخير الله سيو شريف سياد شريف سياد فليتفضل مشكورا شريف سياد أيه ينود دعينا يو إن شاء الله هوش أننا أنت سانوكس وقتي من دونا هذا أنا شريف كأيامكس ودوينا يا سو نوجس دعيا أنت سانوجو قبل قبيو الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إن ولا ليال أنو وحقا وحان دعا دعين إياه دعا نيني وحا يستمتشر علمي قي والله وضع شيقي لكن دعا نيني كل عكرا أنو فلي مجرا معايا أنو وحانا يا بيت رسول الله نبي قان ونشي سيبان هاي مركا نقول عيا ما كنا دو عدا يقال كنا ممكن ما نكح يا علماء ما يبيت عندي تاج سنا وهذا دم بيجين يكي والد كم بعلى الله دافع دم بيجين يكي والد كم بعلى الله دافع نبي محمد دتك أصو حاضر كل جعل كيسة وعن النبي قبرينا أو نقعصنا إن ووكيل كان نقض أو دركا دهات الأمية هي درك كيسة وكورابيو حسابته كل كتاجي هنا حسابته ولا فيه تيت كسيران وجدبيه أنت إنسو حاضر تيك القاعد كنبي نبي محمد رضي أتمت الله الله أنت عصر الله أكبر دم بيجيني يكي والد كيم بالله هدافه مسلمين تعبت كيد عايز كده هون الحاسدو وهابيين تكمل كسيران يجو وحي كتشيران مكشيران نبي محمد عليه الصلاة والسلام حس كان لقيا ما أنت نينك كحول دم بيجي حتى خاطو حتى لقى قبل مايو توض لقى قبل مايو وهابي توض ما لقى قبل يا لقى قبل مايو marka waxaan idin sheegayaa maanta anagu wadada socona nin madow baa marqaamay oo uu wareeray ninkii dareewalka ay gaaliga waday iyo duceyn weydiyo uu galan waayay luqadiisi ninka wareegbin uu igu soo wareegay goorna way taana dadka u sheegayeen waxa ugu yar ee ugu liita
احتفال كان ورك وطن المري وطري وحويا قال اسويديني سو وروح انا وامحي وحال عنا النبي ودي ولا شيء مركز هالك اسوي كرنيا نيكي ويسا ونيجي وح سمين سوا محي واسير النبي عيسى وسمين سمعني لا كريسماس كل كاتمين سان يا النبي محمد أنا ونصمين لا ندو 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 نفرح سنة وبي وأدو نفرح سنة أنت أيضا مركز كوا سلا جديدا قال لي أفرح لي وحي ويسوي الله طبعا عود عود يلعب عليه لكن هدول طبعا قال إنه صار ريبو سيدك دق الله وصار ريبو كوا كنا بلايا كل عضو إسرائيل الرعيو وحين يبني سفر كومبا بحسي لعكت ما شاء الله ولقي إياك يهودي بلاك شغين استم جن وقت كان هلا مسلم تعب كذا الله الله عرسته قال هذا الله هتبيه مسلم قال الله قويه فاتح جزاكم الله خير غير الله ينسي دمان أحبابتي أخيار مكان كان كسوة غيب قشر دمان وانو ما هتعلينا هنا سيدا وناكسان قيمها بدن حيا لو حانقنا يكومنان يكومنان روحنا إيمان تكسوة غيب قلين هوشان أيضا ودبال دقة دلشدة النبي إن عليها فرص صلاة واتم تسليم مشايخ دينين أدو تربضان ودلك عربية سيجيميد ودلالك أفريكان يقيب تصمالي ده لابدوا مشايخ دينين سيجيميد أي أهايين علماء دي مانتا هل كان كوب حسي محضروين كأدو قاري قها تاسي وحي تلمام إساء بلشدة مسلمين تدمانتو جعيل كايو قبان نبي إن محمد عليها فرص صلاة واتم تسليم سيدو وكالي وحاكسو قيب قلي بحضة صحافة ده نوعيه هذي كذا بدل الله أوردم كسر قلب جلنا وأنا ما هاد علينا أيه وكسر قلب جل حفلة دلشت أنا يود عليها في الصلاة وتم تسليم سأ شرفت لي أما خيارنا ما تكلا وضو بين أما برنامج يود هذين أيين ويكون مهسيهين ما دام ولا شكر على الواجب وحلا يلا هذا أي شفته أنا بقول بوجي عليه سلامة وسلام خذنا ناس ده حجر لعنت وأنا وجمع هاد علينا بهذا الصحافة قيبه هذا كذا بدل الله ما استلم أنا جوا علماء الدين كصومالية أهل الصومنا والجماعة وحان إن شاء الله وإسكو دينا سنة والبهدو إلهي نقارسية دلاشتا نبينا إنا سيدان يسي قدر مدبال دينا ودوكتي إن سنة كنوري وحا كدران سنة كان سيدا در تهد بلشي وحان كعصمينا ورالها مؤمنين تا إنا إي نبي قوضا وحرميان أي قيميان أي سندك جلقو سينين سيدنا أي سينين مبتدي عادة كود رئيس النبي قوضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمكي وصحبه ومن والاه ولا ليال سواريد وحيت رهدان نبيو من بأفكي كوجو أمان وهذا كيسين ماشى وحي كده عي دة كيسو قيب جلي عدد كيسين تقولك إيو يعني اللغدي كل دونا اللغة اللي هي عربية سواحلية إنجليزية سومالية يعني وحى صايد الوحى هاي دة كمسلمين تأسيد أقوم ذي السيهين ودبال دقة يوم جنتا يعني تعظيم كنبي عليه الصلاة والسلام سيدا يقوم بدين سيهين أو صنخلاف أقرد حين أياد قرنيسا إلا من شدة أو يعني عدي شهده ذي أو مدى إسلام كاردين عقب حضيمه يعني وأنا تحديثكها من شدة شدة في النار أفكي دادك قوني أقرب حو النار تأيو قوني وقلي دونا وحاوية ولا ليال نبي عليه الصلاة والسلام
دلاشتي أسبوع واحد هو قبل أجنيد مالت سنين تها وتعبيه النبي وهونا الصامي سنة كنا واحد كقبل أجنيد بشهر ربيع الأول وهذا عن كجرنا وأنا ميد الله دقيا أنت أنا ودم عشادي يا ودبل دك احتفال الله دقيا ويا المركع نقول لي هذا حق المركع مشروعية أرين تتن وأرين لقد حلا النبي عليه الصلاة والسلام إنه أصب ودبل دقيا يا سجن دلاشتي سين ودبل دقيا يا سجن احتفال كنا واحد ليه هذا حتى مرك الله بقول تعريفية يعني باللغة العربية وحال إلى هذا الاهتمام بالشيء وحسن القيام به يعني أريد أن سفي عن لود دنيو لوجونا استعجوا أسي وناسين لا جاسم واسيل أونا يوير عليه الصلاة والسلام أو بده بالدقي إذا لشدي يسي إنه صامي نبي عليه الصلاة والسلام مرك احتفال كان لصامين هيا دارك إنسان لما نوحي دين الإسلام كأحكام تدلوا الدليل سنجري أو كتاب كله أو سنة له أو إجماع أمد له أو قياس كله أنت بالدليل أيه ويهين وحال الأوران كرا إجماعنا ووكوك انتماع علماء الإسلام ويسكر راعين داد هذا حل عن عصر عن جوغنا وقرن قشن يتبنات برتميه سيئة مركا لقات الله هي تاريخ ده هجري خلاف أي سوكر ديان نوحي اعتباره وليه هاي ماله وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر يعني وحا كله اللي يرى هذا وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وحا صحا هيا يوحرون نقون كرا مجرته حتى يقرح ذو دليل بها تاركي وليرا وحا نين يقرحته يمحاو الدليل منك ما أنت وركا كان احتفالك هي الدبال دقا دلشد النبي عليه الصلاة والسلام وقفك يري لحساء ومعلنما وحا نين يقرحته الدليل أكي وحا كلا ديه ميسي دبال فيري بعد ديه أضو فيري أضو إندها أكو فيري بعد أرون marka taana sidaas oo kale ayay la mid tahay dadka hadda meelaha ka hadlayaana waa dad diinta dhexdeeda ixtibaar aan ku lahayn waa dad adinku waa tan qaanaan oo ganacsata waa dad ahlo adduunyada dunyadooda xayirsada dabcan ganacsigi waa la galay bay ila tahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.